السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي قناة كاميرا العيادية على يوتيوب أو صفحة فوتوغراف العيادية على الفيسبوك، الفيديو هذا اللي كتشوفوا ماشي مصور في قندهار ولا أفغانستان، وإنما مصور بأحد الجماعات التابعة لإقليم زاكورا، بالضبط النواحي ديال جامعة النقب. على عين هذا الفيديو هذا، فشت انا في الاول يصحابني واش شي دراري فرحان يعني بشي انتصار في شي مقابله رياضيه او في شي مباراه رياضيه، وانما يعني دراري مشاركين في حمله انتخابيه الاخيره ديال 2021. انا بالضبط علاش هذا الفيديو هذا، كان سأل هاد الناس هادو اللي يعني اللي خدموا معاهم يعني المواطنين، هاد المسؤولين هادو او هاد المنتخبين هادو فينا هما دابا يعني في هذه الازمه هذه اللي كيعيشها المواطن من غلاء ديال الاسعار ومن هذا الغلاء الفاحش هذا. على عين الله يهدي من خلقه صافي، والله يعطينا المسؤوليه، الله يعطينا المسؤوليه على قد الحال. اما المسؤوليه راه صراحه راه صعيبه. مشي دانا نايت مازير الفيديو داتيني تصور يا نغرم النواحينا النقوب، بالضبط إلى إقليم نزاكورا، خلاص تسمى ياكويلا ما ياكويلا ويا الفيديو ضغطين. شوف شحال الحديد، شوف 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 شوف، يا الله أكبر، أكاين في النوم قلت هنا مسمار يشوف غا تدي. الفيديو ضغطين التصوير إلى انتخابات 2021، كاين مخفية الفيديو ضغطين بالضبط. التعجب هي المسؤولين ضغطين يعني دوي دا نخفي صوت المواطنين لين من زاد ندغي، ضغطتني حتى جا المواطن ندغي، ضيقتني راه المواطن ضيقتني حاجة بالدين، ادي تسالي تسبدين ضيعتينا من الظرفية الغلاء ضيعتينا ناكل تعيش هكا ضيعتينا كل العالم ضغي. شو اخصاء اتكشم من ضغي كتكشم من ضغي، المسؤولين ينزل المواطن يمشي يمشي لا نكشم المواطن ينزل المسؤولين يعاون الناس ضيعتينا الفرحة الانتخابات يعاون الناس. اتي ضيقتني حتى جا ضيقتني حتى جا المواطن ضيقتني حتى جا المواطن يدخل المسؤول يدخل المسؤولين. شوف شحال الطوموبيل، شوف لا حول ولا قوة إلا بالله. صافي معناه أن هي تعجب، أنا كود أن هي المسؤول هذه تفكر ذاتي يتفكر الوقت لا هي حارت المواطن يمشي يستعجب. الله لا لا يخص الله العجب العجبني، وإن هذا المواطن صراحة واش الله يطفي مامي العالم دا كينرس. شوف شحال الحديد، شوف عمر الحديد تقول نسوي عمر شكون في الله يعمر ها واش بعد الله لا حول ولا قوة إلا بالله. صافي اهدوا ربي ما يخلقوا، صافي هادي اهدوا ربي ما يخلقوا، صافي هي المسؤولية على قد الحال. يلاه تنميرتنا لك حيا كون عاون ربي. السلام عليكم، تقرا لفان الفيديو يدخل.